اهلا بيك استاذ خالد. اهلا يا دكتور، اهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك وللساده الحضور. يا اهلا بيك يا فندم. طيب يعني انا هبدا بيك دكتور علي. دكتور علي، يعني الارقام الاخيره اللي عندنا للتعليم الفني بتقول ايه في المستوى الثانوي والاعدادي؟ تمام. يعني 68% من خريجي مدارس التعليم الاعدادي بيتوجهوا للتعليم الفني. ده رقم مهم عشان الناس برضو. الرقم ده تزايد، احنا كنا سنويا بيزيد من سنة 70 لغاية دلوقتي، تزايد الضعف تقريبا. تمام. المسألة التانية ان مدارس التعليم الفني بتستوعب كل الكلام ده، ليس رغبة في دراسة التعليم الفني. عظيم. ده مهم. رقم ثلاثة، التعليم الفني هروبا من ايه طيب؟ أو رغبة في ايه؟ رغبة في الحصول على شهادة سريعة، وان هو ما ياخدش سنه زياده في الجيش، وان هو يبقى يعني عنده شهاده افضل من ان هو يكون مقتصر على الاعداديه. رقم ثلاثه، ليس رغبه في تعلم مهنه او تعلم يعني فنيات التكنولوجيا الحديثه او الكلام ده كله، بالاضافه لان هو مجموعه ما يوصلهوش لاكتر من كده. ما يدخلوش ثانوي عام؟ لا خالص. تمام. بالنسبه للتعليم الفني بقى، التعليم الفني في كل دول العالم ينتقى له. يعني ما هواش بيتاخد من خلال المخلفين او الناس اللي هم ما وصلوش الى درجه الثانويه العامه، فبالتالي بيروح التعليم الفني. لا، ده بينتقى له من بين خريج مدارس التعليم الاعدادي. طيب بينتقى له ليه؟ لان هم فاهمين كويس قوي ان الاقتصاد قائم، هو يعني قائم على العمالة الفنية الماهرة والمدربة. تمام. طيب أنا الولد دلوقتي التعليم الفني مفتقد إلى الرؤية، ومفتقد إلى يعني الكوادر الإدارية، ومفتقد إلى المعلمين المؤهلين تربويا وعلميا لإدارة منظومة التعليم الفني، ومفتقد إلى معامل ومراكز وورش داخل مدارس التعليم الفني غير مؤهلة، لأن هي وده بيؤدي الى ان عزوف الكثير من الطلاب عن الذهاب للمدرسه، فاصبحت المدرسه بدلا من ان هي تكون جاذبه لان الاولاد يروحوا علشان يتعلموا حاجه، لا، ده هم ما بيروحوش المدرسه نتيجه ان هم عارفين انه مروحه زي قله مروحه، فبيروح يشتغل اي حاجه بره ويجي على الامتحانات. طب قبل ما نروح للضيوف الاخرين، احنا عن التعليم الفني هنا بنقصد بيه تعليم الصناعي، مدارس صناعيه ومدارس زراعيه ومدارس تجاريه. مدارس تجاريه ومدارس فندقيه. دول اربع انواع عندنا. وحتى مدارس التمريض ضمن اطار منظومه التعليم الفني. عندنا خمس، ده بتكلم في المدارس دلوقتي العامه، مش بتكلم لسه في المدارس الخاصه. تمام. طيب روح لك استاذه ايمان، واحنا عندنا في مصر في الفتره الاخيره ظهر مبادرات داخل القطاع الخاص في مصر انشاء عدد من مدارس التعليم الفني، الحقيقه يعني عددها ما بين 20 الى 30 تقريبا في كل المجالات، يعني في كل المجالات تقريبا. وانتوا في يعني مؤسسه غبور مؤسسه للتنميه، لكن شغلها الرئيسي انا ما اعرفش هل سيارات فقط ولا، وعملتوا ده ليه؟ يعني ايه الدافع؟ هقول لحضرتك في الاول، احنا مؤسسه غبور للتنميه هي مؤسسه غير هادفه للربح، بدات برؤيه دكتور رؤوف غبور الله يرحمه، علشان يعني نملى الفجوه ما بين مخرجات التعليم الفني اللي كان دكتور علي لسه بيتكلم عليها واحتياجات سوق العمل فعلا. انا بس عايزه ارد على كل النقط اللي دكتور علي كان بيذكرها، هو ليه التعليم الفني مش قوي في مصر دلوقتي؟ طبعا انا كنت لسه بتكلم مع الدكتور ان 68% من الطلبه بيدخلوا تعليم فني، ده رقم مرعب، والرقم ده يخلينا عندنا يعني بتبقى دوله صناعيه اقوى من اي حاجه تانية. احنا اذا كان في تعليم فني حقيقي بالظبط. احنا بقى ليه احنا النموذج بتاعنا، احنا بنتبع معايير دوليه، منها اول حاجه مثلا انتوا ما لقيتوش كفاءات في التعليم الفني في ال 68% دول ينفع يشتغل عندكم فاضطريتوا تعملوا مدرسه؟ هقول لحضرتك بالظبط، هقول لحضرتك يعني اول حاجه خالص، لما كان دكتور علي بيتكلم هو ليه التعليم الفني مش قايم بدوره اللي المفروض يكون بيقوم بيه تجاه قوه الاقتصاد في البلد والصناعه، احنا علشان بنتبع المعايير الدوليه، اول حاجه القبول عندنا اعلى من ثانويه عامه، اعلى 20 درجه اكتر من ثانويه عامه. تاني حاجه بنعمل انترفيو، بنعمل بيرسونال انترفيو مع الولاد كلهم المتقدمين، بسالوا انت عايز تدخل ليه داخل، عشان هو، ودي بقى حاجه فعلا يعني الجانب المشرق، ان في ولاد
في البلد حلوين جدا، خريج مخلص ثالثه اعدادي وعنده رؤيه انا عايز ابقى بشتغل حاجه بتفيد بلدي وبكون بشتغل يعني الحمد لله. ودي كانت يعني رؤيتنا كمان اننا عايزين نغير نظره المجتمع للتعليم الفني، لانه دي من اكبر المشاكل. وانا اتقالت لي يعني هو انت ترضي تجوزي بنتك لحد خريج تعليم فني؟ لو هو متعلم كويس وحد اخلاقه كويسه ومستقبله كذا ليه لا؟ فدي فكره ان احنا بنتبع المعايير الدوليه من اول ان احنا بننقي الولاد لتطوير المدارس، اذا كانت البنيه التحتيه الفصول سمارت بوردز كذا كذا كذا، لطاقم التدريب بتاعنا احنا عندنا دلوقتي حاجه و60 مهندسين سيارات، لان احنا ردا على حضرتك احنا دلوقتي احنا في مجال السيارات مثلا حاجه و30 مدرس نظري. فالهيئة التدريس والتدريب عندنا في المدارس كم تلميذ عندنا؟ خرجنا احنا عندنا 5 مدارس اتخرج 5 اتخرج من اول 2020 من المدارس المطوره من قبل المؤسسه 500 بلس 500، وستودنت دلوقتي في مدرستين 830 ستودنت، منهم ودي بقى الحاجه اللي احنا فخورين بيها جدا 830 طالب وطالبه، منهم 120 طالبه ممتاز. 120 طالبه في تخصصات السيارات المختلفه، سيارات ركاب، نقل تقيل، سمكره، دهان، كمان السنه دي عندنا سيارات تخصص السيارات الكهربائيه. ممتاز. طب هنقف هنا ونرجع بعد شويه نطلع على الاستاذ خالد المهدي. استاذ خالد، حضرتك مشرف على مدارس اسمها مياه الشرب والصرف الصحي. ايوه تمام حضرتك. ده عباره عن ايه؟ يعني تشرح للساده المشاهدين دي في اطار ايه وبتعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لحضرتك والساده الزملاء الحضور. نعم. انا هقول بس نبذه مختصره عن مدارس مياه الشرب والصرف الصحي. احنا انشأنا اول مدرسة. انتوا مين يا فندم؟ انتوا مين؟ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. عظيم. احنا حضرتك الشركة القابضة الام دي موجودة في رود الفرج على الكورنيش. تمام. بجوار معهد ناصر. تبع لأي وزارة؟ تبع وزارة الإسكان. تمام. نتبع وزارة أنا بس أنا عارف بس العايز المشاهدين يبقوا معانا يعني وزارة الإسكان. لا تمام حضرتك. تمام. تمام. فالشركة القابضة احنا نتبع وزارة الإسكان. تمام. الشركة القابضة الأم موجودة في القاهرة بالتحديد على الكورنيش. تمام. في منطقة رود الفرج بجوار معهد ناصر. رئيس الشركة القابضة السيد المهندس ممدوح رسلان. عظيم. الشركة القابضة ترأس 25 شركة على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات في شركات مياه للشرب والصرف الصحي لخدمة المواطنين. عظيم. في الحقيقة 2007-2008 أنا ذاك كان الدكتور عبد القوي رئيس الشركة القابضة. أيوة. ونائب رئيس الشركة السيد اللواء سيد نصر. تمام. في الحقيقة هم أصحاب الفضل، فكروا في إنشاء مدارس فنية نوعية لإعداد طلاب متخصصين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي. وبالفعل تم إنشاء أول مدرسة. سنة كام؟ سنة كام يا فندم؟ سنة كام؟ 2007-2008. تمام. وبعدين وصلنا لكام مدرسة النهاردة؟ وصلنا دلوقتي لحضرتك 7 مدارس بنظام التعليم الفني النوعي ومدرستين بنظام التعليم المزدوج. يعني ايه تعليم مزدوج؟ تعليم عام مع فني. تمام. تمام. فحضرتك احنا طبيعه المواد اللي احنا بيدرسوها طلاب المدارس طبعا المواد الثقافيه اللي بيدرسها طالب التعليم الفني، الرياضه والانجليش والميكانيكا، بالاضافه الى المواد التخصصيه لمياه الشرب والصرف الصحي. نعم. عندي حضرتك سنة أولى وثانية جنرال، سنة ثالثة الطالب بيتخصص يا إما شبكات يا محطات يا معامل. طيب أنا عايز أعرف برضو زي ما سألت الأستاذة إيمان، حضرتك المدارس دي خرجت كام واحد لغاية دلوقتي تقريبا، وعدد الموجودين فيها كام في اللحظة اللي بنتكلم فيها؟
تمام مع حضرتك. احنا الدفعه بتتراوح بين 90 ل 120 طالب. عظيم. احنا مخرجين حضرتك من 2011 حتى الان ما يقرب من 3700 طالب. بتختارهم ازاي يا فندم؟ بتختاروا التلامذه اللي بيدخلوا عندكم بيدخلوا ازاي؟ يعني بيقدموا في تنسيق ولا بيقدموا مباشره ولا بتختاروهم ازاي؟ ايوه حضرتك المدارس طبعا متوزعه جغرافيا المدارس على مستوى الجمهوريه. تمام. سي مثلا مدرسه البحيره بتاخد من دمياط وكفر الشيخ، مستورد بتاخد من القليوبيه، يعني كل مدرسه حضرتك بتاخد ازاي؟ متوزعه توزيع جغرافي، بتاخد ازاي؟ اقرب المحافظات بتاخد ازاي؟ يعني الطالب بيقدم فين؟ ايوه ما انا حاضر. اتفضل يا فندم. احنا حضرتك بنعمل اعلان بعد ظهور نتيجه المرحله الاعداديه. تمام. وبمجموع 260 درجه طبعا من 400. المجموع النهائي للاعداديه 280. احنا يعني بناخد طلاب حاصلين على 260 درجه. بنعمل طبعا عبر الموقع. حضرتك بيبقى في موقع الطالب بيقدم عليه، ما بيجيش يقدم ورقه في المدرسه، لا بيخش على الموقع لكل مدرسه، بنبقى محددين الموقع بتاعها وبيقدم اوراقه، وبنحدد له ميعاد بيجي نعمل له اختبار حضرتك. والاختبار عباره عن اسئله من الترم الثاني. تمام. دي تفاصيل مهمه، لكن انا دلوقتي بحاول نوصل للسياسات العامه.